أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الفرق بين الساحر والكاهن؟ الساحر هو اللي يتعلم السحر من الشياطين كما سمعتم، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. الكاهن يدعي علم الغيب، ما هو بيسحر، لكن يدعي علم الغيب ويخبر الناس بأشياء غائبة عنهم، هذا هو الكاهن. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يعني كهان يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، هؤلاء هم الكهان الذين يدعون علم الغيب ويقول لك أنا أخبرك بحظك في المستقبل. هذا كاهن اللي يخبر عن الحظوظ ويخبر عن النحوس وعن الأشياء وعن التوفيق في الزواج وعدم التوفيق، هذا هو الكاهن نسأل الله العافية. هذا يدعي علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يشعرون أيانا يبعثون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. النبي أفضل الخلق ما يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فكيف الكاهن يعلم الغيب؟ الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا.